كشفت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع زينك عن تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة الأردنية للأعوام 2018-2023، وقدمت من خلاله دراسة تفصيلية حول واقع الأعمال الريادية في الأردن، وفي إطار مبادراتها المتواصلة في دعم الأنشطة الهادفة المتعلقة بالشباب، احتفلت زين بمجموعة جديدة من الرياديين الأردنيين الذين تم اختيار أفكارهم الريادية وشركاتهم الناشئة ضمن النسخة السادسة من برنامج زين المبادرة. برنامج بتنافسوا فيه الشباب الناشئين المشاريع الناشئة على الفوز بمبالغ مالية بتعطيها زين مجموعها 160,000 دينار. فاليوم رح يكون في عنا 9 فائزين، هدول من تخصصات مختلفة، إشي له علاقة بالبيئة، إشي له علاقة بالزراعة، إشي له علاقة بالتكنولوجيا، إشي له علاقة بالدرونز. لعب برنامج زين المبادرة دورا مهما في دعم الشباب ليصبح مقصدا لأصحاب الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة. كيتشيفاي فكرتها مساعدة البراندات الموجودة على التوسع إلى مناطق جديدة، وإحنا هيك بنساعد برضو المطاعم الموجودة والمطابخ الموجودة إنها تستقبل هاي البراندات وتستضيفها عندها على نظام مشاركة الأرباح. تطبيق تمرس بيوفر مواد وملخصات مسموعة جاهزة للتمرس في أي وقت ومكان لطلاب التوجيهي لتساعدهم على تطوير مهاراتهم. زين المبادرة بيساعدنا وبيوفر لنا الدعم الكامل حتى نوصل لطلاب أكثر وناخذ حصه من السوق اكبر. كثير استفدنا من خلال السيشنز اللي كنا ناخذهم لننقل نحكي مشروعنا من مرحله لمرحله، بالاضافه اكيد للكونكشن اللي كانوا يساعدونا فيها لحتى نطور، خصوصا احنا بما انه بالمجال التقني فكانوا يدلونا على شركات تقنيه لنقدر ننجز ونمشي بمشروعنا اكثر واكثر، واكيد يعني الفوند كمان بيساعدنا اكثر. يعد برنامج زين المبادرة أحد أهم البرامج التي تطلقها شركة زين من خلال منصتها للإبداع زينك لتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال تبني أفكار الشباب الإبداعية والشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لها لضمان نموها وديمومتها.